حلف عليا بالطلاق قال لي روحي انت وطلق، وانا كده مطلقه بالنسبه له ولا كده ايه؟ طب ده اول يمين ولا تاني يمين؟ هو على طول يعني بيحلف بالطلاق. طيب. بيحلف يعني بيقول عليا الطلاق ولا بيقولك روحي وانت طالق؟ لا بقول عليا الطلاق. عليا الطلاق، لكن المره دي قالك روحي وانت طالق. اه تمام. طيب عندك سؤال تاني؟ لا شكرا حضرتك، بشكرك على اتصالك. اجاوب؟ جاوب. حاضر. كنت هجاوب انا بس خلاص. حاضر. هو انا والله يعني هما بيقولوا لي ما تتنرفزش، وبيقعدوا يعني يزعقوا معايا في القناه ومش عارف يعني، وبيهددوني، بس انا هقول لكم دائما اقول تاني وتالت ورابع، اليمين لا يسمع من الزوجه ابدا. اليمين لابد يسمع من الزوج. ليه؟ هي قالت لك كتير، يجي الزوج يقول لك لا هو يمين واحد يا عم الشيخ، وانا ما قلتش انت طالق، انا قلت عليا الطلاق، انا قلت لو خرجت تبقي. كل اليمين ده يسمع من الزوج، لان الزوجه في الشرع في قضيه الطلاق متهمه. متهمه بايه؟ بانها تاخد نفقه ومؤخر ونفقه عده والامور وقائمه منقولات، فعشان كده احنا بنسمع من الزوج. وتاني وتالت، لو كل اللي في الاستوديو دول سمعوا واحد بيقول لمراته انت طالق وجي قدامي قال لي الناس دي كلها كدابين، انا ما قلتش، القول قوله وهو القول وهو اللي يشيل الذنب، وهو اللي يشيل الذنب. فعشان كده اختي الكريمه الكنترول يديك التليفون وارجعي، انا خادم تراب نعل الناس كلهم. فالزوج الكريم يكلمني علشان اساله واشوف نيته واشوفه عصبي ولا كيوت جميل كده امور كده حليوه، واشوفك انت اللي مجنناه ولا هو اللي مطفشك، عشان اقدر اطلع الفتوى سليمه صحيحه. لان ده يا جماعه انت تاخدي جوزك جنبك وانا اخش النار. طب انا بقى عملت ايه عشان اخش النار؟ طيب يعني خليني اعدي حتى ما اقف على باب الجنه، ما تدخلونيش النار. طيب.